سلام، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ اليوم الجو شي شويه مقعد، الحمد لله رب العالمين. قلت نصور لكم شي شويه، شوفوا هذا الشيء. نحاول ندخلها. عباره على بخيره هذه ولا شنو؟ الماء احنا بحال الحوت، ما نقدروش نشاركو. هنايا قنطره، هنايا كوبنهاغن من الجهه الثانيه. مهم، هذه هي كوبنهاغن. كنسين جميله غادي تجي لهنايا. مهم، حيت كاين الضو، قلت نصور. هذا مكان، شكون اللي يكره البحر؟ وشكون اللي يكره القهاوي يكونوا هكذا على البحر؟ شوفوا المنظر. صحيح البحورات ديال اوروبا ولا الوديان ولا اش غادي نسميوهم، صحيح ماشي بحال بلادنا، ولكن كيبقى البحر بحر، واحد كيتمتع. وهنا في هذه القنطره، هذه اللي الفوق كتشوفوها، هذه ملي كتكون البواخر الكبيره كتدوز، الكبيره العاليه، هذه البخيره هذه كتقسم على جوج، طوموبيلات كيوقفوا، وهذه القنطره كتقسم على جوج، وكيدخلوا البواخر كيدوزوا زعما هكاك من تحت. حنا باقيين بالشيلان، باقيين بالطرابش، ولكن الحمد لله ها الناس كتفسح كتفوج مع راسها. المهم انا مشيت تقضيت شي حوايج، وقلت نساين جميله، هلا قلت لها غنساينك في البحر، غنشوفوا هنا شنو كاين. هنا في الصيف، شتي هاد البطاط؟ هنا في الصيف انا وجميله كنا كنجيو تنجلسوا، كنجيبوا الكافي ديالنا، الحلويات، لي ساندويتش، وكنجلسوا هنايا. الصراحه روعه. المهم هنايا هاد البلاصه هادي نطلع لها باش تشوفوها. هاد البلاصه هادي فين كيجيو الدراري الصغار تيلعبوا بهذيك هذيك، يا ويلي راه نسيتها المره اللي فاتت، نسيتها ودابا نسيتها عاوتاني. الزهايمر دوت كوم ودوت نت تلاقاو، والله الا الزهايمر قسما بالله. المهم بالدنمارك كيسميوهم لوبيول، اللي هي هذيك الحديده هكذا وفيها اربعه ديال الاخر، وكيشدها الولد كيبدا يطلع هكذا وتيهبط وداكشي، او هذيك الخشبه. المهم لا بلانش، هذيك لا بلانش كيديروها حتى في المغرب، حتى في الرباط عندنا. المهم هذا مكان، هذه هي المنطقه ديالنا انا وجميله في الصيف. كاين مناطق زوينه ديال البحر، ولكن هذه حيت في الحومه ماشي مشكل. والغريب في الموضوع الناس كيعوموا. اي 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 ما نصورهاش من قريب، ولكن شتيها ما لابسين المايوات، الناس كتعوم. يا ماما شنو هادشي؟ والله الا الناس كيعوم، انا نبغي نعوم الصراحه، كنحماق على العومان ونبغي نعوم في هذا، ولكن خصني اللي يشجعني صراحه. فهمت انا هادي ها انت الصونه ديريها لهم باش نبيعو ونسولها ونعاود نهضر معاكم. هادي الصونه باينه، هادي الصونه. المهم هي دغيا دخلت للصونة باش تسخن، لأنو صراحة البرد. هادو دايرين هم الصونات لي هما هكا على البحر، متنقلات هانتوما بالروايد. هادو الصونات على البحر باش اللي عام في هاد الوقت هذا يدخل يدفى، الناس كتعوم. ويندر بيد، يعني
بروكن يعني السباحه الشتويه. هادو بحال اللي قلنا هادو الصونات. انا غادي نشوف اذا سمحوا لي نصورهم، نقدر نصورهم. شتيها مناس يا عمر؟ برد والله البرد. شوف احنا كاسين يا عباد الله لابسين كاشكول وهما تيعوموا. المهم هذا ما كاين، انا جات بالصدفه هاد الصوره هادي ديال الناس كيعوموا. يا ويلي انا ترعت بلاصتهم. دخل اخويا الصونه، دخل التفه، دخل يا لهوي. هاد هادي اللي مكتوب عليها بالزرق تما السباحه الشتويه. والله حتى نبغي نعوم هنا، غادي نسول غنعوم ان شاء الله باذن الله في الشتويه. مالنا حنا اش كينقصنا؟ ما ينقصنا والو، حنا مولفين بالسباحه الحمد لله وشكر لله، ما عندنا حتى شي مشكله نهائيا. يا المهم هذه كلها بحار. ها هي باش تشوفوا شي شويه تما المنطقه. ها هي حواليت انا يا جدعان. المهم هنايا هاد انواع الطيور. المهم كلشي سبحان الله كيحمق على البحر سبحان الله. والقهوة ديالنا لهي انا وجميلة صراحة، حتى حد ما كيعرفها تقريبا من العرب اللي هنا الا انا وجميلة. عندنا اختصاص في المقاهي الزوينين او بالجزائرية الشابين، في القهوة الشابة كنعرفوا فين نمشي. حاجات زوينة صراحة هذيك تما كلها تقريبا اوتيلات. شتي رواح 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 يما. غتشوفوا دابا هاد المنطقة هادي اللي جيت منها كاملة. ها هي سبحان الله غارق على فكرة، لأنه كيدوزو بواخر كبار، وكاين الطوبيس المائي. إن شاء الله تتكون معايا جميلة، راه كنظن هو هذاك جاي ونركبو فيه إن شاء الله بإذن الله. المهم الحمد لله فرحانة بهذا الجو، هذا الطقس اللي فيه الناس نسيعوا وحنا خايفين. المهم بغيت نوريكم هذه القهوه ديالنا. ها هي كتبان لكم الناس جالسين فيها بالجاج. ها هي وهنايا هنايا البلاصه فاش كنجلس انا وجميله. هي هذه هنا في الصيف، في الصيف ما تلقاش فين تجلس. هنا كل شيء جاي، جايب لي ساندويتش، جايب الماكله ديالو، جايب الشراب ديالو، القهوه ديالو، تيجي تيجلس هنا كيتمتع بهذيك الحراره وهذاك الطقس الزوين. تيكونوا سافرنا بلادنا ورجعنا فكنكملوا الصيف هنايا. يعني الصيف ماشي هو انا كنجلس ندوز الصيف هنا كامل، لا كنكون جيت من المغرب وكنفوج نكمل تفويجه. هذا الباص غتشوفوه، هذا الصفر، بلاتي نشوف هذا الصفر اللي جاي الى بان لكم. اوي ها هو جاي، هذا الباص الصفر هو اللي كيدينا من منطقه لمنطقه بالبحر. البحر صراحه زوين، وبحال اللي قلنا هذه هي بلاصتنا انا وجميله. ما كتلقاش الواحد ما كيلقاش فين يحط رجليه. هنا كيدوزوا الناس كيجيو كيتعشاو في الصيف او ومن بعد كيمشي في حاله. وها الطوبيس الثاني هو هذا، ها شتي هو هذا، هذا هو هذا اللي كيدينا و تيجيبنا. وها الثاني يعني بحال اللي كاينين الطوبيسات ديال العاديين البريين، كاين الطوبيسات المائيين.
Still? I clock up. أنا يديرين هالدراري صغار بس يلعبوا وهادو اللي طوالت الدراري هادي خاصة هاد بحال كلوب أو نادي صغير خاص للدراري هكا هنا اللي عندهم لي بيبي تيجيبوهم تيجلسو هنا اللي بغا يقرا هو تيقرا المهم دايرين لهم زوينه اللي بغا يشحن التليفون اللي بغا الدراري الصغار اللي كيقراو تيجيو تيقراو كيتلهاو هنايا الكتوبه ديالهم المهم صراحه كاين اللي بغا يتعشى يتعشى هنايا هادي ما كتخواش هذا النادي اللي فيه القهوه اللي على البحر هذا نادي ديال الدراري الصغار والكبار ومني كيجيو الكبار بحال دابا تيكونوا جالسين في القهوه راه ولادهم تيلعبوا هنايا كاين بزاف لي زاكتيفيتي هنايا دابا راه ما بان لي والو هنا حاطين لهم التلفزيون اللي بغاو يتفرجوا المهم هما كيهتموا بزاف بالاطفال صراحه داكشي باش تيقولوا بانه الشعب الدنماركي من اسعد شعوب العالم واخا انا جو سوي با داكور صراحه انا ماشي داكور لانه نسبه الانتحار في هاد البلاد كاينه بزاف 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 ما كنظنش يكون شعب سعيد او اسعد شعب في العالم يكون عنده نسبه الانتحارات بزاف وخصوصا في وسط الشباب الصغار المراهقين فهذا الى دل غيدل على انه بالفعل كاين بزاف ديال الناس مساكن واخا عندهم الامكانيات واخا كلشي ولكن ماشي سعداء عندهم مشكله ديال بحال دابا انا بغيت نزور مثلا انا دنماركيه بغيت نزور الوالده ديالي نعيط لها في التليفون ونشوف الا كانت مشغوله الا ما كانتش مشغوله الا هي موافقه ولا ماشي موافقه ماشي بحال حنا عندنا في الدول العربيه دخل يعني دق الباب ودخل هادشي اللي هما ناقصهم صراحه ولكن عندهم بزاف ديال الحوايج الايجابيين بزاف 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 صراحه يعني كيطبقوا الاسلام من غير مسلمين يعني هما كيطبقوا الاسلام الحقيقي اللي المفروض احنا كمسلمين نطبقوه يا هادشي اللي كاين المهم هما كيتهلاو في الدراري الصغار بزاف يعني دايرين حتى انه وزاره الاطفال يعني تصور وزاره ديال الدراري مثلا حنا كتلقى عندنا وزاره الشباب ولكن هما تيبداو من الصغر حيت الواحد الا بدا من القاعده من لاباز كيطلع ناشئ مهم وكيتنفع به زعما المجتمع ديالو هذا اللي كاين المهم الناس في القهوه راه كاينين انا كنسين دابا جميله ما قدرتش ندخل بوحدي قلت نصور لكم بعدا غير هذا داير لهم حتى هاد الطابلو هذا اللي بغى يكتب كتلقى الخشي خشي بانه ماشي خشي بعد هذاك اللي كيكتبوا باش كيصاوبوا هادشي اللي كاين مهم شفتوا الناس كيعوموا وانا مكبطه صحي عليا حي ويلي بهدالة هادي والله إلا بهدالة هادي كنت شافتهم جميلة كنت طريعلات يلا وي يا خرابي المهم بغيت غير نصور لكم بحر هنا مكتوب كولتوا هوسه إسلانسبروغ إسلانسبروغ اللي هي المنطقة كولتوا هوسه اللي هي الفوقانية دار ثقافة هذا مكان جاني نعاس مع البحر ليوت المهم جاني لهم اسانسور ما عرفتش ديك الاسانسور طالع فيه المهم هذا البيت هذا غير يتعمر
مره نوريه لكم بلاتي حطيت فيه طابله وكراسه واحد تيدفى من البرد تيبقى يشوف البحر هكا شاج، ولكن للاسف جالسين فيه ناس. انا طلعت من تحت اللي وريت لكم اش كاين تحت، طلعت صراحة منظر والله إلا منظر زوين والله العظيم. والمشكلة كانت دايما عامرة هاد المنطقة هادي عامرة بزاف، يعني هاد القهوة هادي كنقصد يا ربي يا كريم ولينا كنخلعو هاد البرد والله العظيم. صوم مكياج صوم غيان ديتو الحمد لله كلشي ديال الله والله يلا كلشي ديال الله. المهم تقدروا تسمعوا صوتي وتقدروا ما تسمعوش، انا كنحاول ما امكن باش نطلع الصوت ديالي. المهم وي المهم قهوة زوينة دابا نوريلكم عاوتاني من تما. المهم أنا جلست في البيت اللي قلت لكم ديال الجاج كنطلع البحر، ونقدر كاع نمشي نجلس برا أحسن صراحة، منظر زوين ديال برا أنا حسيت شوية بالخلقة. المهم عاطيني شوكولاتة مع القهوة وانا ما كنحملش الشوكولات سبحان الله. المهم وراها انا بغيت غير نوريكم منظر ديال البحر صراحه. الناس جالسين هنا غنمشي بدلت باش نكون على خاطري، انا جالسه في الكافي دابا هكذا هي الكافي وها البحر صراحة منظر روعة والله. وخا كاين البرد ولكن فيها باس، واحد يمشي للدار يدخل فيه شي مشكل. منظر روعة صراحة. هما مولفين بلادهم مولفين بهذا الجو اللي عندهم، تيخرجوا ما عندهمش مشكلة ما تيجلسوش، عندهم نهار الجمعة ونهار السبت مقدس لدرجة ما تصوروش. ودي زوين انه كل شيء كيدير رياضه، وفي كل مدرسه كاين لابيسين، يعني مدارس الحكوميه المدرسه ديال ولدي هنايا لابيسين ملاصق معاه، يعني كل شيء متاح لهم. رياضه هذا الشيء باش فايتينا صراحه، والعقل العقل السليم في الجسم السليم. كل شيء كيدير رياضه، كتمشي لابيسين كتلقاه عامر، اي لابيسين مشيت له نهار في الويكاند كتلقاه عامر، الناس كيديروا السباحه، الناس كيعوموا الناس الفيتنس تلقاه عامر، يعني ناس ما شاء الله عليهم كيدوزوا الوقت، حيت ضروري خص واحد يدوز الوقت ضروري سورتو في هاد لي في سكانديناف، ضروري الواحد خص يدوز الوقت ديالو. ايوا هذا مكان شربوا قهوه ورجع لكم نودعكم من هاد من هذا البحر هذا الزوين هكذا. غنشرب قهوه ديالي وغادي نسين صاحبتي باش تجي، حتى مازال غادي نمشيو بلاصه اخرى ندير فيها شوبين ان شاء الله، انا كنسين غير باش تجي. المهم هذا المكان، القهوه لداخل زوينه سخونه، وهنايا برا كاين دايرين قهوة تا هي انتوما كتشوفو، يعني الواحد يقدر يجلس.
Vorhin. Ja, einfach mal. نقول لكم في أمان الله وحفظه وإن شاء الله بإذن الله إلى فيديو تاني. مهم وحشكم بزاف كاملين. باي باي.